خلوني كمان اخد بعضنا ونطلع على دولة الامارات العربية المتحدة، وتحديدا امارة الشارقة. طبعا امارة الشارقة دي يعني بالنسبة لنا عموما كلنا يعني من الامارات المحببة جدا لينا، لانه يعني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي رجل يحب مصر حبا جما. وانت لما تروح الشارقة فعلا، يعني رحتها كذا مرة، لما تروح الشارقة انت تحس فعلا بدون اي مبالغة والله العظيم الجو مصري، الهوى مصري، في هي مصبوغة صبغة مصرية بشكل الحقيقة مذهل. يعني خليني هنا اخد معانا على تليفون سيادة المستشار الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج دولة الامارات العربية، ومستشار الغرفة التجارية بالشارقة، ايضا امين الشؤون القانونية بالشؤون القانونية المركزية في حزب مستقبل وطن. اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. اخبارك ايه واخبار الشارقة ايه؟ والله الحمد لله. اولا بنشكر حضرتك على هذا الثناء العظيم لصاحب سمو حاكم الشارقه ولحكام الامارات. حقيقه احنا في الشارقه لا نحس، او في الامارات تحديدا لا نحس ان احنا في وطن غريب، ولكن وطننا الثاني. صحيح. الحمد لله. ثانيا اسمح لي ان انا اقدم بخال الشكر للحمله الوطنيه للشباب، الهيئه الوطنيه للانتخابات والحمله الرئاسيه لاداره العمليه الانتخابيه بقياده المستشار محمود فوزي على الجهود اللي بذلوها حقيقه على مدار ال 24 ساعه كامله وتواصلهم معانا وتحديدا اجابتهم على الاسئله، بذل المزيد من الجهد معانا، ازاله المعوقات اللي بتعترضنا، كل يعني بصراحه جهد كبير جدا جدا وعظيم ويشكر جدا 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 على هذا المجهود. وايضا الاتحاد العام للمصريين بالخارج بقياده المهندس اسماعيل احمد علي ومجلس الاداره وتواصلهم معانا لازاله المعوقات ولحث الناس والحشد على الشرطه الشعبيه. اولا الانتخاب هو حق دستوري، الدستور كفل لكل مواطن. وايضا عندي كمان الاجلاء في عمليه امانه. طبعا لكل ناخب حق الاجلاء بصوته لاي شخص او اي مرشح يرى انه مناسب. لكن احنا مجرد ان الاعلان عن الاستحقاق الانتخابي عملنا اجتماعات عديده في فرع الاتحاد وبالتنسيق مع المركز الرئيسي في القاهره. نحسن الناس المشاركة والحشد وتوضيح الإنجازات اللي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية لفترتين متتاليتين، وبنقول إن هو الأقدر على قيادة البلاد في المرحلة ديت، وهو الأقدر للإنجازات والظروف اللي بتمر بها المنطقة، او بنوضح للناس ما كانت عليه مصر قبل توليه السيسي وما هي عليه الان، وايه المتوقع وايه اللي الناس منتظراه من فخامه الرئيس، هو استكمال عن مشروعات. طيب ده يخليني يا دكتور اسال على احنا يعني كجاليه كمصريين موجودين هناك مثلا في دولة الإمارات العربية المتحدة، احنا منسقين ما بين المصريين وبعضهم البعض في مختلف الإمارات، يعني الشارقة، دبي، أبو ظبي. يا فندم حضرتك اللجنة الحملة الرئاسية يعني اختارت فريق عمل كبير جدا لإمارات الدولة، أبو ظبي والعين والحجيرة ورأس الخيمة وأم الزوين وعدنان والشارقة ودبي. كل واحد في فريق العمل عارف ايه المهام المنوطه دي، في فرق عمل فرعيه، في اعمال لكل عضو هيقوم بايه ازاي، ايضا توفير وسائل المواصلات، العمل اللوجستي، التنسيق، التواصل. احنا حتى في فرع الاتحاد في الامارات منظمين يوم الثلاث الماضي او الامس 28 نوفمبر منظمين مؤتمر للجالية للتنسيق وللحشد والتوضيح لو في معوقات، يعني الناس بيسأل مين في نقاط تجمع عاملينها، في فريق عمل كامل
بيدور تحت قيادة الحملة الرئاسية بشكل المستشار محمود فوزي، وكل وعلى تواصل معنا خلال ال 24 ساعة، وبنشرح للناس يعني مناطق التمركز يكون فين، الباصات أو وسائل المواصلات هتاخدهم توديهم للجان الانتخابية في أبو ظبي، في السفارة المصرية في أبو ظبي اللي أبو ظبي والعين، للناخبين في أبو ظبي والعين، والقنصلية المصرية في دبي باللجنة الثانية بتشمل المقيمين في دبي والشارقة وعدنان وخرفك وعدنان وخرفك وأم الطويل ورأس الخيمة. أيوة أصله من الشارقة لدبي كلها ربع ساعة بالعربية، من كنت بقول من الشارقة لحد دبي ده ربع ساعة بسيطة. دي حضرتك ليه اللي هيركب سيارة خسارته خاصة أو مع زميله، لكن في وسائل اللي هي عاملين بص على بعضه يجمع الناس وياخد بعضه ويطلع. طب ده شيء رائع جدا، انا بشكرك جدا سياده المستشار الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دوله الامارات العربيه المتحده ومستشار الغرفه التجاريه بالشرق.